السلام عليكم. هنشرح شباب تقنية للأسف من أخطر الحركات اللي ممكن تحصل لك في الشارع. إزاي دفع عن نفسك لو في حد ثبتك بالسكين على ضلوعك، مسكك كده، هات معاك ياه محفظتك رخلص يلا، وثبتك بالشكل ده هتتصرف إزاي؟ في قواعد هقولها اتفضل يا كابتن محمد لازم نمشي عليها. أول حاجة don't panic، please don't panic، يعني لا تهلع. مش من أول ما تمسك، أنا ماشي مثلا ماشي أهو، اتفضل يا كوتش. أيوه اخلص يلا. طيب ماشي، تروح عامل كده بام، روح غزك، أوكي، وتفضل تعمل كده معاه ويغزك. يبقى الهلع ان انا حد يثبتني وافضل اضرب كده اقول له ماشي ومش عارف ايه، هيروح ايه؟ هيروح بام بالسلامه موتني. لا، لازم اتعامل معاه بسياسه، اسيسه. ده واحد ما تعرفش ضارب ستروكس، ضارب برشامه تامول، ضارب برامول، ما تعرفش. فلازم اهدى كده وابين له ان انا هديك كل حاجه. اتفضل يا كوتش، ايدك عليا اهو من هنا اهو، ويتكلم السكينة على الضلوع، السكينة على الضلوع يا كوتش، تمام اهو، هات المحفظه، هات اللي معاك. طيب والله حاضر، ماشي ماشي، خلاص حضرتك هديك اللي انت عايزه، بس ده اللي انا بعمله، مش هسمعك، ده اللي انا بعمله، بتكلم معاه. اوكي امسك ايدي يا كوتش، السكينة تاني، ما تتكلمش خالص. ببدا ايه؟ طيب والله حاضر، ماشي ماشي ماشي، هديك اللي انت عايزه، شايفين ببدا اتكلم معاه. طيب اوكي، خد اللي انت عايزه، ماشي، وما تاذنيش. طيب خد، طيب خد، ببدا اتعامل معاه لحد ما اغير جمجمته دي واحسسه ان انا خلاص مستسلم ليه. يبقى ده كده الثبات الانفعالي. اهدى. تاني شيء بقى التحكم في التقنيه، سيب ايدك خالص، انا كل اللي يهمني هو السلاح، المفصل بتاع الرزغ ده مفصل ضعيف جدا. ايدك على كتفي، لو حاطط الايد على الكتف يبقى انا كده ايدي الاثنين سهل جدا استخدمهم، تمام؟ بتكلم معاه عادي، والله ماشي، والله هديك اللي انت عايزه اهو، بقعد اعمل كده لحد ما تيجي الفرصه المناسبه، وايدي الاثنين بصوا ازاي هيجوا عند المفصل بتاعه ويبعد كده السلاح بقوه. وانا ببعد وانا ببعد السلاح، جسمي باخده بزاويه، بصوا ازاي كده ببعد كده. يبقى انا كده اهم حاجه عندي مسكت السلاح ده بقوه. سيب ايدك دي دلوقتي كده تاني يا كوتش كده خالص، تعالى حط لي السلاح على الجنب كده، شايفين بعمل ايه اهو؟ بصوا ايدي الاثنين هيبعدوا السلاح ازاي كده، انا بعدت السلاح بس ما ينفعش. وانا ببعد السلاح لازم اخد جسمي بزاويه اهو، بصوا ازاي كده اهو، حاول كده السلاح ده تجيبه عندي، حاول حاول بقوه. ها ليه مش عارف؟ حاول يا كوتش، ما بتاكلش يا كوتش ولا حاول، لان المفصل ده من ضمن البريش يا ربي نقاط الضعف، ده من ضمن الويكنسز في جسم الانسان. اوكي يبقى يا شباب تاني، يبقى يا شباب تاني اهوت، ايده على كتفي، تمام، اتكلم معايا، ماشي والله حاضر، اديك اللي انت عايزه. اوكي اهو بعدت السلاح. تاني شيء بقى رجله في هيز جروين، في الخصيتين اهو، ضربه قويه كده، هيد بوت في وجهه، واحد اثنين، وزقه واجري، وزقه واجري. اوكي يبقى يا شباب اخر مره، ابعد كده السلاح عليا اهو، لا سيب دلوقتي خالص، يبقى ببعده كذا. عامل ازاي يا كوتش؟ بمسك ايه هنا؟ ها بقوه. طب فلنفترض يا معلم انه ماسك دراعك، اتفضل يا كوتش ماسك دراعي وثبتني، هات اللي في ايدك. هنا الوضع بقى صعب شويه، هعمل نفس البيزكس، نفس الخطوات. اوكي ماشي والله العظيم ماشي اهو، طيب. هديك اللي انت عايزه. طيب اهو شايفين بطلع بايدي ازاي، وهمسك وهبعد برضو مفصل الرزغ ده بايد واحده. اوكي اهو بقوه كده. تاني شيء تضرب على طول نفس الطريقة اللي فاتت، واحد اتنين، وبإيدك دي تطلع فوق كده وتزقه وتجري، ما تفضلش بقى بام بام تعافر معاه. مجرب ما هربت من السكينة هنجري. هناخد دلوقتي الموقف نشرحه تاني. يبقى دلوقتي ماسك ايدي بقوة اهي اهي، اوكي اهو شايفين ايدي وانا بتكلم معايا، ماشي والله هديك اللي انت عايزه اهو، محدش يعمل كده، لا لازم تمسك المفصل اهو، بمسك المفصل وببعده، لازم تبعده اهو من الزاويه دي، تعالى اهو بمسك المفصل ده وببعده. اوكي بعدين بضرب بضرب، وايدي التانية تزق وتجري. هناخد بقى دلوقتي الموقفين بشكل واقعي، الثبات الانفعالي وكل حاجه. هتلف ورايا يا كوتش وهتمسكني وعاملني بص انا ضحيتك، I'm your victim، تمام؟ انت الجانجستر، انت البلطجي. اوكي انا ماشي اهوت، ولا هتفجن. طيب ماشي والله، اخلص ديك اللي انت عايزه، اخلص ماشي حضرتك والله. طيب عشان اتكلم معاه ازاي؟ طيب ماشي والله، راحت جت الفرصه المناسبه، شايفين بعدت السكين وجسمي جيب الجنب كده وهضرب 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 وازقه واجري. يبقى اهم حاجه تبعد السلاح عنك خالص. اما لو مسك بقى ايدي، يلا يا كوتش تفاعل اكتر من كده يا كوتش، انا انت بلطجي ولا
ايه طيب محفظتي. ماشي حاضر والله فلوسك. هديك اللي انت عايزه. ماشي شايفين شايفين بتكلم. اه حاضر ماشي اهو. شايفين بقيت السلاح ازاي؟ ها هضرب اهو هضرب اهو وهضرب ضربه واحده بس في منطقه الخاصيتين بالسلامه. اوكي يبقى يا شباب اول قاعده عندك الثبات الانفعالي. اهدى اهدى انك لو هديت هتعرف تفكر هتعمل ايه. لو انت ما عندكش ثبات انفعالي ومش عارف تتصرف ازاي تمام طيب ماشي خد حاجتك خويل وخد كل حاجه وسيبني واتكل على بس كده. مش عارف تتصرف هتعمل ايه يبقى حياتك اهم. حياتك اهم اللهم بلغت اللهم فاشهد. لكن لو انت ركزت وعندي ثبات انفعالي ها وعرفت اتكلم معاه طيب والله وجات اللحظه المناسبه ومسكت المفصلين بقوه وشديت كده لازم تشد كده بقوه السلاح وضربته وعملت الحركه خلاص حتى لو بايد واحده خلاص يبقى لازم اضرب في مناطق الضعف على طول بعدين بزقه بعدين بحاول اجري. اما لو ما عرفتش تصرف خالص اوكي شباب اوكي شباب يبقى اديله حاجتي اهم انه حاول تكون انسان مظلوم مش ظالم وربنا يوفقكم يا رب العالمين.